سؤال شخصي أثار استغراب الكثيرين، كيف ابن رئيس جمهورية العراق العربية لا يتكلم العربي سيد قباد؟ Well, it's certainly unfortunate, but first of all, Iraq حسنا، إنه مؤسف بالتأكيد، ولكن أولا العراق هو ليس بلد عربي، بل العراق بلد متعدد الأعراق ومتعدد الطوائف. أنا كردي لكنني عراقي، وأنا لا أتكلم العربية لأنه لم يسمح لي، وكان النظام السابق يقوم بتعذيب شعبي وكردستان التي هي جزء من البلد. أنا ولدت في المنفى وأنا أكبر هناك، وأي واحد في المنفى يعرف مدى صعوبة تعلم عدة لغات، وأفهم اللغة العربية قليلا، فأنا لست واثقا من اللغة تماما لأتحدث بها، وأتمنى لو كان لدي مزيد من الوقت لدراستها وتعلمها، لكنني متأكد عندما أعود إلى العراق سواء في كردستان أو في أي مكان آخر سأتعلم اللغة العربية، ولسوء الحظ فإن وصية النظام السابق هي إرسال كثير من الناس خارج البلاد، وأبعاد الكثير من الناس خارج البلاد، ومنعهم من أشياء كثيرة أهمها اللغة. أكيد سيد قباد، هذه كانت معاناة أغلب العراقيين اللي هاجروا العراق بسبب الدكتاتورية. دعني أنتقل إلى سؤال. كان مام جلال ينتمي فكريا للمنظومة الاشتراكية ولديه علاقة مع قيادات التحرير فيها، ولكنه في نفس الوقت سيد قباد لديه علاقة مع المعسكر الغربي أيضا قوية ومتينة. أريد أعرف شلون استطاع مام جلال أن يوازن في علاقاته بين المعسكرين. It's a good question. You should maybe ask him. إنه سؤال جيد، وربما عليك أن تسأليه كيف يستطيع تحقيق ذلك التوازن، ولكن أعتقد أنها تأتي من الواقعية، وأيضا بعد أن عاشوا وعملوا وجاهدوا في هذا الجزء من العالم، فعندما يكون هناك مجموعة واسعة من هذه الأيديولوجية ونموها في الحياة اليومية بتزايد، عندها يجب إيجاد طريقة للموازنة مختلفة ومحاولة تقديم الأفضل للأسباب الخاصة في أطر العمل وكذلك الساحة المخصصة للعب. ومع ذلك فقد نجا وتمكن من ضرب هذا التوازن، وسيواصل القيام بذلك. سيد قباد، أيضا أريد أتعرف عن شخصية مام جلال. شخصية مام جلال شخصية ظريفة جدا، وأيضا صاحب نكتة. هذه الشخصية أيضا موجودة بالبيت أم بالبيت يختلف عن هذه الشخصية؟ حسنا، إن عائلة والدي وعائلة والدتي لديهم شعور جيد من الفكاهة، ويحبون النكات والمرح في المنزل. سيد قباد، قبل ما أنهي هذه الحلقة أحب شوية أتعرف عن شخصية مام جلال من خلالك، وأنت ابن وأيضا سياسي وعملت معه في النضال ضد الدكتاتورية. Well, first, as his son, I'm proud to be his son. أولا أنا كابن فخور كوني ابنه، وإنه هو والدي ليس فقط بسبب نضاله الشخصي من خلال مسيرته من أجل تعزيز الديمقراطية لمحاربة الدكتاتورية منذ كان عمره 14 سنة وحتى اليوم، وهو يقاتل ويناضل، وذلك بغض النظر عن أنه هو والدي. سنكون وصيته ونمشي على عهده، وقد مضى من كونه ناشط للشباب لكونه أول رئيس منتخب ديمقراطيا لجمهورية العراق، وهذه قصة جيدة. شكرا جزيلا سيد قباد الطالباني على هذه الاستضافة، كما أشكر مشاهدينا وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، أستودعكم الله وإلى اللقاء.